نبدأ مع بعض البيزك وركشوب بتاعتنا. الغرض منها ان احنا نعرف ازاي بنعمل ريندرينج من سينما نوديها افتر، ازاي بنودي الانيميشن من سينما وندمج معاها في الافتر باسز او ريندر باسز او اليمنتس، اسف. هو ده الهدف من الوركشوب دي. تعالوا الاول بسرعة كده نشوف هنحط الارضية ازاي. انا عايز بسرعة كده احط لاندسكيب. لاندسكيب من الاوبجكتس الجميلة جدا بصراحة، واللي هيبقى له معانا محاضرة طويلة عريضة بجد، وركشوب بتحفة ان شاء الله تعجبكم. الاول انا عايز هنا، طبعا لو انت جربت هتفهم، بس انا يهمني هنا اللي هي border at sea level، هقوم جاي شايلها. لو شلتها هحول اللاندسكيب ده للاندسكيب بس من غير البوردرز، ما تبقى معمول لها بين. بس من المنظر ده انا مش محتاج 100، انا كل اللي محتاجه بس شويه تجاعيد بسيطه، يعني حاجه بالشكل ده كده. هروح هنا وهقول له جراد شيدنج لاينز. اللاندسكيب من الحاجات اللي بنحتاج معاها سيجمنتس كتير، فانا هروح للويت سيجمنتس وهخليها 200، وهايت واسف والدبث وهخليها 200. انا مش محتاج تفاصيل كتير، لو محتاج هزود الروفنس والريفاين، والسكيل دي لو انا قللتها هاخد ديتيلز كتيره للقمم، فانا هخليها كده بحيث تديني شويه تفاصيل ظريفه. دلوقتي ده السنتر بتاع السين بتاعي. اولا انا ده كده في السنتر، فدي كده السنتر بتاع السين. خلي بالنا احنا على بعد 223 سنتي من نقطة البيفت، يعني على بعد حوالي مترين، فافتكر المسافة مناسبة ان احنا نحط التكست بتاعتنا. التكست بتاعتنا حط اللي انت عايزه، ممكن تجيبها من الاستريتور بس مش عايز اتكلم عليها دلوقتي، انا هجيبها من هنا من تكست. طبعا كبيرة مقارنة بالحجم اللي هنشتغل عليه، فانا هصغر الهايت بتاعها. هو انا مش عارف ليه سماها هايت، لان هي دي بتجيب الاتنين، بس نخلي بالنا من ليفت وميدل ورايت، فانا عايز اخليها في الميدل. ونخلي بالنا كمان من حاجة اسمها البلين، انا عايز اخليها على اكس زد، ولما ارفعها كده هلاقيها في الجزء ده كده. انا ممكن اشتغل على حرف الاكس بصراحه، عاجبني انا في البريفيو اللي انا رفعته. بالمناسبه الحاجات اللي اترفعت على الفيسبوك كبريفيو عن الورشه او عن الوركشوب، مش الفول وركشوب ده، دي بس الحد اطلعها، لكن هنا هتلاقوا ان النتيجه مختلفه اختلاف كلي وجزئي عن اللي انتوا شفتوه. انا كل اللي هشيله، بس هشيل الاكس وهشيل التي بحيث ابقى حرف الاكس. يهمني الفونت، انا عايز فونت يكون عريض، وانا في حكايه الفونتات دي لبخه. طبعا لو في حد شغال فيكو في موضوع الادفرتايزمنت، موضوع الفونتات بالنسبه له ده او الفناطيط بالنسبه له حاجه بنت حلال، يعني حاجه كويسه. اما بالنسبه لي فموضوع الفونت يعتبر كابوس. انا هخليها بالشكل ده كده، انا عاوزها بالمنظر ده، افتكر النوع الخط ده ظريف وهيديني مساحة اشتغل بشكل كويس. ممكن نخلي دي عبارة عن 100، تمام. وهروح لمش سنتر اكسس واقول له سنتر اكسس 2، مفيش اكسس تاني، سنتر اكسس، سنتر اكسس 2، مفيش اكسس لانها مش اديتابل. على كل حال انا دي هسميها اكس، و هنشوف. انا عايز اخد اوت لاين، يعني عايز اخد الاكسترود يبقى عبارة عن اوت لاين، يعني في نص ده مفرغ. حركة زي دي عشان تتعمل هنحول التكست، بس قبل ما نحول التكست هعمل الت جي، ودي هسميها اكس باك اب. ليه باك اب؟ عشان لو الواحد عك نعرف نرجع. اللير دي هسميها
باك اب لاير. هاخد دي كنترول واسحبها هنا كده علشان احطها في اللاير، وهخفيها من المانجر ومن اوبس استنى بس، كنترول وناخد واحده بره وكليك، واقوم قايل له ريموف فروم لاير عشان يشيل لي دي من اللاير دي. اما دي فانا مش عايزها لا في الفيو بورد ولا في الرندر ولا في المانجر. نيجي هنا بقى هنضغط سي عشان احولها لإيديتابل، واروح ل اوبس اطلع فوق هنا للموديل مود، اشيل الاكسس واروح للبوينت مود، هعمل كنترول اي عشان اعمل سيلكت اول ورايت كليك، وهختار من هنا كرييت اوتلاين. كرييت اوتلاين لو انا عملت كده هيعمل لي اوتلاين من التكست تمام بالشكل ده. كده انا هعمله عريض شويه وهبقى تشوفه ليه بعدين. عايز اطمن على حاجه عشان هحتاجها في بريسيتس. موجودة ماشي، بيطمن على المكتبة بتاعت المصمم عشان انا احتاج. طب انا كده عملت الاكس دي، هسمي الاكس دي اكس اوتر لان انا هيبقى عندي اوتر وانر وابر ولور وحاجات ظريفة يعني. هطلع كده بره خلاص، كده انا عملت الاوت لاين بتاعي الت، وهاخد اكسترود. باي ديفولت اكسترود نازل ورايح عادل على زد، انا عايزه على واي، فهخلي دي زيرو و تن 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 تن. ليه الارتفاع ده؟ هوريكم حالا ليه، لان لما هودي دي تحت يعني انا هاخد دي المفروض طبعا بقى كده خلاص، هقول له مش سنتر اكسس سنتر اكسس 2، والمفروض هاخدها كده. فانا عندي الارض مش منتظمه، فانا مش عارف انا هنزل تحت قد ايه عشان اغطي المساحه كلها، فانا علشان كده قلت ارفع هنا بمقدار معقول علشان يغطي لي المساحه اللي انا عايزها من غير وجع دماغ. في الاكسترود هنروح في كابس، وعايز اقول له كرييت سنجل اوبجكت. ليه؟ لان باي ديفولت لما الاكسترود نربس لما بنحوله لإيديتابل لما نضغط سي بيفك الكابل اللي فوق وبيفك الكابل اللي تحت وبيسيب وبيفك كمان البادي بتاع التكست، فبيبقى عندي هنا نظام زي نظام السلندر، بضطر اعمل اوبتمايز. هم ضافوا الاوبشن ده علشان يمسك كله في بعضه. في الاكسترود انا ممكن اعتمد على اني اقول له فيلت كاب، بس هو لو انا عملت الت جي وضغطت شيفت وخدت بيفل افتكر هيبقى احسن والتحكم فيه افضل تمام. بس بيفل طبعا انا حطيته الت جي لان ده انا مش عايز احوله الى تابول، ليه؟ ممكن اغير هنا اغير هنا، فانا حطيت البيفل من غير ما احوله افضل. طبعا لما بنحط موديفاير مع اوبجكت من غير ما احوله تمام، فبحطه في نل كجروب. الاوفست افتكر 0.2، طب نقول 3 مع سب ديفيجنية افتكر لطيفة، اكيد مش لطيفة اللي بتغني يعني، اكيد ده اللي لطيف. 0.4 طب 0.5، طب نقول ايه لو حطينا واحده كمان، نقول زي الفل وعلى البركه ونكمل شغل تمام. يبقى دي هنسميها الاكس اوتر. جميل. عاوز اعمل اختها في الانر، يعني دي كده، عايز بقى اخلي في واحده تانية طالعه من جوه. هنعمل ايه؟ شفتوا دي؟ ده ايه دي القديمه، كنترول ونسحب على بره تمام. هنيجي الت دبل كليك، هنلغي دي مؤقتا وناخد دي، مش هحركها من مكانها. ليه؟ عشان الاكسترود. الت دبل كليك هشيل بس دي دلوقتي، وتعالوا نكمل مع دي. طبعا انا عايز ايه بقى المره دي؟ انا عايز عكس اللي اتعمل،
يعني انا عايز المرض الاكسترود يطلع من النص بس ما يبقاش فيه اوت لاين. فاللي هيحصل ان انا هدلت البوينتس اللي بره، تمام؟ فانا هروح هنا طبعا ممكن امسك بوينت بوينت وادلتها، بس في حل تاني، امسك اي بوينت من دول وروح لسلكت، ومن سلكت قول له سلكت كونكتد، هو هيسلكت الكونكتد بوينتس، تقوم قايل له ديليت. بالمنظر ده انا افتكر ان احنا كنا عملنا تقريبا 12 او 13، هروح هنا والت واقوم رايح مديله اكسترود. كالعاده هنصفر ده، وافتكر ده هيبقى اكتر من كده كمان، بس عموما خلونا نشوف الدنيا. هيبقى اكتر من كده، يعني هنقول مثلا قول بتاع 16 ولا حاجه، تمام؟ ولو 18 مش هيقول لا. ماشي، نفس الموضوع نفس الموضوع كالعادة، ده هقوم حطه Alt G وهاخد البيفل ده كوبي كنترول واسحب ارميه جوه دي كمان. ماشي، هو ده اللي بقول لكم عليه. بصوا كده عمل ايه، فصل دي عن دي. يبقى في اكسترود ده منساش اروح لكاب واروح اقول له كرييت سنجل اوبشن، تمام؟ فده بالشكل ده كده كنوع من التغيير. انا هروح لبيفل وهخلي دي 0.3، يعني كنوع من تفاوت المستويات بين التكست وبعضها. لحد كده الدنيا تمام وزي الفل. جميل، احنا عايزين بقى نعمل هنا زي جروف، او زي مكان نمشي فيه النيون. ف ده كده كله على بعضه، رايت كليك واقوم قايل له current state object. ماشي، هياخد لي النال ده. طبعا النال ده القديم، اما ده الجديد. فده اللي هو اللي هنسميه الانر اكس انر باك اب. بما اني قلت باك اب، هروح للاير طلع دي كنترول، لازم كنترول تسحبها جوه دي كده، تمام؟ متاسف، هنسحب دي، تمام؟ وكنترول ونسحبها جوه اللاير. ماشي، مجرد نوع من الترتيب. اخفي من المانجر، ودي هتاخد نفس الاسم اكس انر، تمام؟ الاثنين دول هنلغي الاثنين، دول سيلكشن سيت للكاب اللي فوق والكاب اللي تحت، ودي هنسميها اكس انر. ونيجي هنا واروح على الفيس اللي فوق ورايت كليك اكسترود انر. ما افتكرش بقى ان انتوا محتاجين ان انا اتكلم في اللي انا بتكلم فيه، لكن انا هعمل شويه ديتيلز ظريفه كده، تمام؟ وكده بعدين واحده كده. جميل، الدي هنقوم نازلين بيها اكسترودر لتحت، وبعدين واحده كمان لتحت كده عشان ندي مساحه للي هنعرف نكتبه. هروح لسلكت، هروح لسلكت لوب سيلكشن، وهسلكت اللوب ده ورايت كليك اكسترود واقوم اكسترود بسيط كنوع من الديتيلز. ممكن ده لو انا عملت كده ورحت لشيفت ورحت لبيفل، في بيفل انا هروح هنا اهو، ودي هخليها بوينت 2، وعايز اقول له باي انجل. باي انجل لو انا زودت او قللت هتحكم في الانجل زي ما احنا شايفين. طبعا لو قللت عن 40 هيروح للدول،
لو قللت عن 40 اهو بدأ يروح لانجلز غلط، فانا عايز اقول له لغايه ما اطلع، لو انا طلعت بره دي يبقى انا طلعت بره كله. فانا كده خدت البيفل بس مكان ما انا عايز. فافتكر بوينت 2 كويسه، بس لو نحط سب كام سب ديفيجن يبقى احنا كده عملنا البيفل بشكل ابن حلال وجميل وظريف ولطيف. هي مكسرة شوية معلش مخدتش بالي، لكن كده كده هي هتبقى في مكان ما مش هيبان. طب انا دلوقتي عايز هنا ابدأ احط او اعمل whatever ايه اللي هيتكتب بالنيون في حتة زي دي. في كل الاحوال هيبقى عبارة برضو عن عن لاين. انا عايز اعمله اتنين لاين. طيب انا هضيع اي سيليكشن دلوقتي وهطلع هنا بن واطلع على التوب فيو وخلينا نروح ناخد هنا. طب في طريقة اسهل من ده كله، انا هعمل اسكيب وهشيل دي. انا عندي هنا ده، طيب ما انا هاخد كنترول واطلع ده كده يبقى ابن حلال، بس لو يعمل سكيل ويجيلي. طب انا ادخل بس دي كلها، والله يعني هو الراجل عمل اللي عليه، تمام الراجل عمل اللي عليه. فانا هاخد ده سيلكت كونكتد ديليت دول بقى، هاخد دي بس احطها هنا، بس احطها هنا كده كده انا مش عايزها اكيوريت قوي، تمام انا بس كل الحكايه انا عايز اوفر على نفسي وخلاص، تمام كده مثلا. ودي نفس الموضوع احطها هنا، ودي نفس الحكايه احطها هنا، ودي احطها كده، وده اهي هنا، ودي هنا، دي هتبقى هنا كده، دي يعتبر زي سنتر بوينت، فهتبقى رخمة شوية بس أنا هظبطها حالا. ودي هنا هتبقى كده كده الدنيا تمام. دول اللي محتاجين اوبس كنترول زد، لان لما عملت كنترول حطيت بوينت زيادة. شيفت نمسك دي ودي 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 رايت كليك، ودول هقول له ان هم سوفت انتربول، نهار ازرق سوفت انتربوليشن، هاخد دي واقوم واخد على زد، تمام عشان لا تطلع مني لا فوق ولا تحت، لان البرسبكتيف فيو ده اجدع، يعني اجدع اجدع مسقط يعمل فيك مقالب في حركه زي دي. انا عايز هنا اكس، تمام هنا انا عايز زد. اما هنا فانا عايز اكس. ناخد الموديل مود نرجع له زي ما كانوا و نطلع. جميل جميل، very beautiful beautiful.
كده الدنيا بنت حلال محدش بياكلها بالسهل. تمام، نحط دول وكده الحرف بتاعنا ظبط. طب اللي هيمشي جوه ده هنعمله ازاي؟ ببساطة هنروح ناخد سيركل، والمحاضرات الأولانية لو نفتكر هخلي ده دي باتنين مثلا، وهروح هاخد حتة سويب واخد الاتنين دول جوه السويب. كده بقت ماسورة صرف صحي، ما بقتش موشن، فهخليها 0.5 وافتكر 0.5 ظريفة. بس عندي سيجمنتس بالهبل، فانا عايز اروح للسيركل واقول له انها تبقى ناتشرال و يعني شوية. اما الاخ ده برضه نفس الموضوع، هقول له يبقى ناتشرال وانا ازود براحتي لحد ما يبقى سموث كده. يبقى انا خفيت على نفسي وقت ريندر بصراحة لبكرة. جميل. ميزة السويب ايه بقى؟ ميزة السويب ان انا عندي هنا عندي ستارت جروث واند جروث. لو انا عملت كده هلاقي، فده ميزة حاجة زي السويب. تمام، فده هنسميه اكس ستروك، ده الاكس ستروك، وهاخد منه واحد تاني كنترول ودبل كيت، وده هنسميه اكس ستروك هولدرز. ليه هولدرز؟ لان انا هعمل سي احوله الى دبل، ده هخفيه مؤقتا. وتعالوا كده نروح للفيس مود، سيلكت لوب سيلكشن، وهناخد كام لوبايه كده ظريفه. هناخد لوب زي ده مع لوب زي ده، ونيجي هنا شيفت ناخد دول ناخد دول قدامهم دول بعدين دول بالمناسبة احنا عندنا كونسبت في الوركشوب دي، كونسبت الراندومايزيشن. تمام، يعني مش شرط تعمل كل حاجة بيرفكت. تمام، عادي ممكن تعملها راندوم مفيش مشكلة خلاص، بس الى حد ما تبقى عشوائي. لا كده كده مش راندوم، كده هبل، تبقى عشوائية منظمة. تمام، ناخد ده وناخد ده وناخد ده وافتكر كده الدنيا هتبقى تمام جدا جدا جدا. هذا رائع كده. جميل، دول هنعمل يو بي عشان نعمل لهم سبليت وهيبقوا هما دول. اما ده فهقول له مع السلامه وهسيب ده. كده يبقى الاستروك داخل من جوه دول. لو انا خدت دول ورحت عامل كنترول اي ورايت كليك وخدت اكسترود، ورحت عامل اكسترود خفيف، رايت كليك بيبل هعمل بيبل ظريف كده. تمام، ممكن احط سب ديفيجن صغير كمان واحد، رايت كليك واقول مش عارف حاسس ان
احنا هتقلب على مواسير ليه بس. عموما كده الدنيا بنت حلال قوي قوي قوي. تمام دول شفتوا الكام سيليكشن دول، ولا اقول لكم مش عايز اعقدها، دي هنسميها الاكس هولدرز. دي الاكس هولدرز. هنا بقى لو جيتوا تبصوا هنلاقي ان احنا هنعدي ده من تحت ده، هي هتبدأ منين؟ هتبدأ من اول هنا مظبوط، تمام. لحد كده الدنيا تمام قوي. طيب عايزين نحط هنا مصمم. على فكرة النمط اللي بصممه ده شائع جدا على بيهانس، شائع جدا جدا جدا. تمام طيب انا عاوز اروح لللايبراري بتاعتي. طبعا اظن افتكر ان دي عندكم من المرة اللي فاتت من الوركشوب الاولانية، فانا لو ضغطت على الدبل كليك هضيفها هنا. تمام للبروجكت انا هصغره قوي ان انا عايزه محتاجه صغير. تمام وانا كل اللي انا عايز اعمله عايز اروح ل مش دي، عاوز اخد الاوتر هاخدها بره هي، بس الفكره كده عايز اخلي اللاين اللي بره ده عايز اخليه جوه هنا. فكده احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد ده اللي جوه المره دي سيلكت، وهقول له سيلكت كونكتد شيل دول، اما اللي بره كنترول اي على كل البوينتس، وهو بس يا دوب سكيل كده حاجه كده، يعني اللي هو بس يبقى جوه الحروف دي. طب ده ليه؟ ده علشان انا هوزع عليه زي مسامير كده، بس مش دي، دي هتربط من فوق. كل هعمله حاجه بسيطه قوي ان انا هجيب حته سلندر، طبعا ما شاء الله نازل زي الجمل. تمام هنعمل كده وناخد ده صغير قوي 0.3، وده متهيألي 20 هيبقى كتير كمان. وعايز اخلي السلندر ده يتكرر على الباص ده او على الخط ده. هنا بقى هروح لموجراف، ويمكن اول تعامل لنا مع الموجراف وهستخدم كلونر. الكلونر هو اوبجكت لما بضيف جواه اوبجكت تاني بيكرره. تمام هنا المود بيقول لي في عندك لينير اهو كرره في اتجاه واي، ولا انا عموما هختار اوبجكت. في اوبجكت هيقول لي فين الاوبجكت بتاعك، هقول له ده زي ما انت شايفين كرر السلندر على الاوبجكت. بس زي ما قلت السلندر في نقطتين. اول نقطه، اولا هو الهايت بتاعه كبير، ثانيا الروتيشن سيجنس كتير، ثالثا وده الاهم اقفل كده الكلونر هدى كده، البيفت بوينت بتاعه في النص. الكلونر لما بيكرر بيحط الكلونز على الاوبجكت اللي انت عايزه عن طريق البيفت، يعني معنى كده ان طول ما البيفت دي بالمنظر ده كلهم هيبقوا في النص. تمام
في لو في ادفانس يوزر معانا او حد كويس في سينما بيشوف دي، اقول له يا باشمهندس محمود انه ممكن نيجي من كلونر ونروح لترانسفورم ونحركها من هنا. طب ليه؟ طب ما تيجي ما تبدا انت من الاول، خلي الاوبجكت بتاعك الاكسس تحت عشان لما تتكرر تتكرر هنا. في حاله زي دي انا كده ولا كده خلاص انا هحول السلندر ل اديتابل، تمام كده كده هحوله ل اديتابل. انا كده كده مش عايز كابس، مش عايز كاب لا فوق ولا تحت، وهقول له اديتابل. قبل ما اقول له اديتابل دول مش محتاج انا ده كله، تمام ده عباره عن element صغير قوي، فكابس هشيل الكابس وفي المره دي اقول له اديتابل. في حاله زي دي هروح لمش سنتر اكسس وهجيب الاكسس سنتر وهاجي على واي واعمل كده. هنا هقول له بس يقول لي اوتو ابديت عشان يجيبها. لو انا عملت كده جابها فوق كده جابها تحت اكسكيوت وكده.